أكثر من 300 فاعل في المجال الفلاحي يمثلون 30 دولة اجتمعوا بالجزائر في إطار انعقاد المؤتمر الدولي الفني 34 للاتحاد العربي للأسمدة لبحث سبل الحد من التأثيرات السلبية للمستجدات الدولية على صناعة الأسمدة مع تطوير هذه الصناعة في المنطقة العربية. الجزائر من البلدان كذلك الرائدة في صناعة الأسمدة بمنتوج يفوق 7 ملايين طن في السنة. نريد أن مع سياسة الدولة والبرامج التي وضعتها الجزائر مع وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية للنهوض كذلك وتطوير الزراعة في بلادنا وخصوصا زراعة الحبوب. الجزائر أحد اللاعبين الرئيسيين العرب في الأسمدة النيتروجينية لأنهم يمتلكون الغاز، سيصبحون عن قريب أحد اللاعبين الرئيسيين في الأسمدة العربية والعالمية في الأسمدة الفوسفاتية المهمة، لأنه مصدر ينضب، هذا المصدر ينضب ووجد مخزونات كبيرة في الجزائر. الآن العرب كلهم بالمجمل نملك حوالي 85% من مخزون العالم من سماد الفوسفات، فنحن من سنكون لدينا مقومات الغذاء، لأنه السماد هو غذاء النبات. نشكل كعرب ثلث تجارة أسمدة العالم. تعزيز الأمن الغذائي واحد من التحديات الراهنة التي تسعى الدول إلى تحقيقها، والجزائر بدورها أطلقت مشاريع هيكلية كبرى في قطاع إنتاج الأسمدة إن شاء الله في عن قريب وعلى مدة سنوات ضرب لي نلحق إن شاء الله إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة لهذه المادة الاستراتيجية اللي كان فيه تكلفة كبيرة بالنسبة لخزينة الدولة. الأسمدة المنتجة محليا يعني تتطابق مع المعايير الدولية. الأسمدة المنتجة في الجزائر احنا قلنا يعني كاين عدة أنواع تاع أسمدة، ولكن أكثر الأنواع شيوعا يعني استعمالا هي الأسمدة يعني اليوري كارونسيس اللي هي أسمدة أزوتية، كاين الأسمدة الفوسفاتية اللي هي التي اس بي والام ا بي والام بي كا. في اليوريا هناك تغطية كاملة للاحتياجات الوطنية 100%، بالعكس الجزائر تعتبر من كبار مصدري اليوريا، يعني الإنتاج الوطني يفوق 3 مليون طن سنويا، بينما يعني الاحتياجات السوق الوطنية لا تتعدى 200,000 طن. انعقاد فعاليات المؤتمر شهد إطلاق قافلة زراعية مزودة بمخبر متحرك لتحليل التربة والمياه، ستجوب 7 ولايات قصد التواصل مع الفلاحين وتنشيط محاضرات من طرف خبراء ومهندسين زراعيين بالموازاة مع توزيع أكثر من 700 طن من سماد اليوريا.